انتبهت على فد فرق بين البنات والشباب. البنات كل شيء يعقدوه، والشباب احنا الولد كل شيء نسهله. يعني مثلا الكل يعرف انه احنا عندنا الشباب الولد الالوان هي 5 الوان بالدنيا تقريبا، اما بالنسبه للبنات ال5 الوان هاي نفسها هي 5000 لون. يعني احنا مثلا عندنا اللون الاحمر هو لون احمر، هو اسمه لون احمر. بالنسبه للبنات هذا اللون اكو منه 100 نوع. يعني مثلا طبيت على محل ب10 قمصان حمراء، بالنسبه لنا كلهم يشابهن نفس الشيء، اما بالنسبه للبنات واحد يختلف عن الثاني كانه اكو اختلاف بالعين حتى. يعني الشغله الثانيه اللي يعقدوه البنات، مثلا السؤال انت اسالان ايش قد عمرك، الجواب رقم، مثلا عمري 30 مثلا. اما البنيه تسالها ايش قد عمرك، هنا حتبدي تفاوضك. يعني ايش قد تتوقع، ايش قد تخلي بيها، يا عيني هي الجواب رقم، انت ليش معقد الموضوع. او مثلا الولد البنيه راحت الغرفة هذا تريد تلبس، ده تطلع لقيت ما عندها ملابس، طبعا هي يكون عندها فد 20 قطعة، بس بالنسبة لها انه ما عندها ملابس راح تقعد تبكي وتصيح. اما بالنسبة للولد اذا راح شاف ما عنده ملابس راح يروح على هدوم الوسخة مالته، حيشم ياهو اقل وحدة جيفة راح يلبسها ويطلع. سهل الرجال، سهل ما يعقد الموضوع، المهم تمشي الحياة.